السلام عليكم. برنامج سيلوبري اوفيس بنستخدمه عشان نراجع على المشروع، ودلوقتي هنشوف مثلا حاجة زي انفو. لو انا عملت سيلكت على اي عنصر بيبدأ يجيب لي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عن الجزء دوت، العنصر دوت. طيب ممكن اقوله سيلكت، اقدر اعمل سيلكت على العناصر. ممكن اقول له هايت وابدا اختار العناصر اللي انا عايز اخفيها. ممكن اقول له انا عايز مارك اب، فبيبدا يطلع لي ادوات اقدر استخدمها في ان انا اعمل انوتيشن او كتابات على المشروع. ممكن اقول له مثلا انا عايز اكتب حاجه تكست مثلا، فيبدا يكتبها لي بالشكل دوت. ممكن ابدا اقول له انا عايز اعمل سهم مثلا، ان الكلمه دي بتشاور على حاجه معينه او خط او ارك او في ستامب بالشكل دوت. او ممكن تغير اللون زي ما انت عايز. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اختار سمك الحاجة، اغير السمك بتاعها. ممكن اقول له ان انا عايز اضيف صورة، اقول له براوس واختار صورة. بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايز دلوقتي مثلا دايمنشن، فابدا اعمل دايمنشن بين نقطتين مثلا من هنا لهنا. ممكن اعمل سيلكت مثلا على خط معين وابدا اقول له انا عايز بقى من الخط دوت لحد مثلا الخط دوت، فابدا اعمل الدايمنشن بالشكل دوت. ممكن لو انا اخترت مثلا من هنا النقطة دي واخترت مثلا النقطة هنا، هيبدأ يعمل لي الدايمنشن بشكل ده.